الو، مرحبا. هون مؤسسة السيريو بور والكرتون المتحدة. مرحبا ابو فريد. ايه، انا مطيع، بدي احكي مع الاستاذ جهاد اذا سمحت. شلون تعرف شو بدي احكي معه؟ عم اقول لك. لا بدي، امتى بيخلص اجتماع؟ ما بيخلص. مع السلامة. شو مطيع؟ كيف صرت؟ مالي منيح، مالي منيح منوب. طيب حبيبي تقبر قلبي، قوم كلك لقمة. مالي جوعان. لك يا حبيبي ما بيصير هيك، صار لك يومين ما عم تاكل. إن شاء الله يصير لي شهر مالي نفس. طيب حبيبي الله يرضى عليك، أعمل لك فنجان قهوة؟ لا لا ما بدي. أعصر لك كاسة ليمون؟ مو جاي على بالي. لك يا مطيع ما بيصير هيك، صار لك يومين على هالحالة. يا روبا يا روبا فهميني، أنا لا رح آكل ولا رح أشرب ولا رح اطلع برات البيت قبل مديري الاستاذ جهاد ما يعفي عني ويرضى. طب حبيبي انت لهلا ما عرفت ليش هو زعلان مني؟ ما عرفت يا روبا، والله العظيم ما عرفت. وادي اللي رح يجنني، لك رح يجن يا روبا، والله العظيم رح يجن. سلامة قلبك تقبرني. نعم نعم استاذ، عليا معلم، على عيني وراسي. لا ولو بدنا خدمة تحرز. لا استغفر الله استاذنا، العين ما بتعلى على الحاجب. على عيني. بتأمروا بتأمروا استاذ. مع السلامة. مع السلامة. قالوا نعم. اهلا وسهلا بالاستاذ وهيب. اهلين وسهلين، عاشمي سمع هالصوت استاذنا المعلم. ايه موجود. لحظة بس خليك معي على الخط لأحكي معه. الو مرحبا استاذ. اهلين استاذ، في معي الاستاذ وهيب على الخط الثاني حابب يحكي معكم. لك يا بهيم ما قلت لك ما بدي احكي مع حدا؟ ما قلت لك ماني فاضي؟ مزبوط استاذنا، بس انا قلت لحالي الاستاذ وهيب بجوز رفيقكم حابين تحكي. انت ما بتفهم ما بتفهم؟ خلص عم اقول لك ماني فاضي. مشان الله ما تاخذني استاذ، خلص علم. شكرا شكرا، لا تاخذني. الو ايه استاذ وهيب، دخيل عينك بدك ما تاخذني، والله المعلم مشغول شوي. لا 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 لا، في عنده اجتماع مع السيد وزير. دخيل عينك، على عيني. بتأمر بتأمر استاذ. مع السلامة. الله معك. الو نعم مين معي؟ صباح الخير استاذ سرور، انا روبا مرته للاستاذ مطيع. اهلين اهلين وسهلين ست روبا، شو كيفو اخي مطيع؟ والله يا استاذ سرور مطيع تعبان كتير، ما عم بيروح الشغل ولا عم ياكل ولا عم يشرب. لا 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 خير، شو صاير معه؟ مديره الاستاذ جهاد زعلان منه ومقلعه من عنده. لا 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 خير، شو السبب؟ والله ما بعرف، ما كان يقول لي. بقى دخيلك زكات عيونك تجي تشوفه، والله الزلمه رح يموت من الزعل. سلامه قلبه. لا هلا بروح باخذ فرحان وحسون وبنروح لعنده مباشره، بفهم منه شو القصه. ولا يهمك مدام. اي يلا بحكي، على عيني وراسي. مع السلامه. الو نعم. تعال عندي بسرعه. حاضر استاذي، ثواني يكون عندك. يا جماعة مشان الله دبروني، أنا رح أجن. أنا مثلكم ما بقدر أشتغل غير لقلوق، وإذا بيضل معلمي هيك غضبان علي وزعلان مني رح تطلع روحي، رح ينخرب بيتي رسمي. طيب أنت ما بدك تفهمنا ليش الأستاذ جهاد زعلان منا؟ صدقوني ما بعرف ما بعرف، وهذا اللي مجنني. بالأول كنت أنا وياه مثل السمنة والعسل، بس شو صار؟ والله العظيم ما بعرف. طيب طول بالك شوي، روق وفهمني. يوم اللي زعل منك وين استقبلته؟ على الباب، وفتحت له باب السيارة كمان. وكان في ابتسامة على وشك ولا كنت مكركة؟ الله وكيلكن، الابتسامة على وشي كانت شبر. وحملت له الشنطة؟ ما خليته يشيلها ولا ثانية واحدة، وركضت قدامه كمان. ظهرك كان محني؟ طبعا محني، محناني ومجلسه قدامه محني طائن. طيب هات لشوف احكي لنا. رح احكي لكم من وقت ما وصلته لباب مكتبه لحد ما قلعني. بعد من خلتش رح تشكلني. عفوا سيدي، تفضلوا تفضلوا.
شلون بتحبوا تشربوا قهوتكم سيدي؟ مثل العادة سادة يعني. لحظة واحدة، القهوة سخنة بالترمس. تفضلوا سيدي، هيا قهوتكم إن شاء الله صحة وهنا. شو الأخبار؟ في 10 مراجعين على الباب سيدي. لك تضرب أنت والمراجعين، أنا عم بسألك شو الأخبار؟ أيوة هلا فهمت عليكم سيدي. سيدي نائبكم الأستاذ جاسم. لا تقول نائبي، هذا الزلم أنا ما بتعرف عليه ابنه، هذا فارضينه علي فرض. أي طبعاً طبعاً، ما حلاكم تتعرفوا عليه على هيك شكيلات يعني. حكي لي هلا، شو بو جاسم؟ سيدي إجا من ربع ساعة قبل الكل. ليك السهيان ليك، يعني إجا قبلي مشان يعني يقولوا إنه قلبه على الشركة وبيغار عليها ونشيط. بسيطة يا جاسم، مين فات لعنده؟ سيدي فات لعنده الأستاذ صالح. إمتى؟ وما خليت شغلي بالدائرة صارت إلا وحكيت له إياها، حتى إني حكيت له نكتة جديدة. وضحك عليها؟ كتير كتير، وقال لي حاجة حاجة رح تطق مرارتي. طيب فهمنا ليه زعلان منا؟ ما بعرف ما بعرف يا سرو. مطيع مطيع، لحظة شوي الله يخليك. مثلا حاول تتذكر، ها دخلت لعنده مراجعين ما بيحبهم؟ لا ابدا، دخلوا اثنين بيعرفهم من قرايبينه واثنين مديرين لحالهم او هو طالبهم، والله ما بعرف. اسمح لي، هاي الشغله ما فيها شيء ومو معقول يزعل منك مشانها. لازم تتذكر شو عامل الا ما تكون عامل شيء. ما بيصير ما تكون عامل لك شيء شغله. اتذكرت شغله. شو هي؟ حوالي الساعة 12 قام معلمي من ورا المكتب وقال لي صح سيدي. أنا رايح دقيقة على التوالي، دير بالك. اتفضل اتفضل سيدي. وأنا عادة لما بيروح معلمي على التوالي بصير بخ عطر مشان معلمي يغير جو ويشم ريحة حلوة. شو هاد خناتني؟ فعلا صاير قليل فهم يا مطيع انت. ليش سيدنا ليش؟ وعم تقول ليش كمان؟ يلا نقلع مخلقتي. نقلع! امرك سيدي امرك. لا تروح على غرفتك؟ ليش؟ لوين تروح لك سيدي؟ على بيتك، على بيتك فورا، ما بدي اشوف خلقتك بالدائرة بنوب، سمعان؟ وهذا اللي صار، واني كنت افهم ليش قلعني وبهدلني ما كنت افهم. ايه واضحة مثل عين الشمس، ما بدها اثنين يحكوا فيها. مظبوط. ليش دخيلة؟ لأنه حضرتك ما ركدت له بالبشكير لما هو طلع من التواليت. ايوه بيجوز والله. ما في بيجوز، هذا اللي صار معك. مظبوط، ما سمعته عم يقول لك صاير قليل فهم يا مطيع؟ بصراحة مشكلتك صعبة، صعبة كتير يا مطيع. طيب وبعدين؟ شو بدي ساوي؟ أنا ما بقدر أشتغل غير لقلوق بين إيدين المدراء، وإذا نقلني المدير هلا على شي محل تاني والله بموت. بموت بأرضي. هلأ طول بالك واسمع، انت اتصلت بالمدير حتى تعتذر له؟ حاولت كتير بس ما عم يرد علي ولا عم يرضى يقابلني. مشكلتك صعبة بس ولا يهمك، لازم لقي لك حل. شلو؟ يعني لازم تستفيد من تجاربنا الشخصية، ما هي؟ معك حق يا حسون، انا مرة زعل مني المدير، مو هاد ولا اللي قبله يلي قبله. بتذكر اسمه لهلأ كان اسمه الدكتور حسين. بس شو هالمدير؟ الله لا يورجيكم، الله لا يدوقكم، كان كتير مأنزع وشايف حاله ولسانه زفير كمان. بس محسوبكم كان متحملوا على علاته وعم أخدمه ولقلقلو على الآخر. وبصراحة كان هو مبسوط فيني كتير وما كان يقدر يستغني عني أبداً، لأنه نحن اللقالية بعلمكم كتير لازمين للمدراء لحتى يفكروا حالهم شغلة كبيرة. حرام. وشلون زعل منك؟ مرة كان راجع من السفر وانا عم استقبله مع بقية الموظفين على باب الدائرة، ومدري شلون غلطت وقلت له الحمد لله على سلامتكم يا استاذ، وغضب الله ونزل علي. ليش؟ نسيت قل له دكتور. تاري بتحسس من كلمة استاذ كتير مثل ما بتحسسوا ضباط الجيش من كلمة استاذ. وبايش دكتور هاد دخله؟ ايه شو بيعرفني، كنا نقل له استاذ. بعدين غبله كم شهر بروسيا، قال بمهمة دراسية، ولما رجع طالع امر اداري انه ما حدا يقل له غير دكتور. ايه وبعدين كيف صالحها؟ الحقيقة تعذبت هيك مثل حكايتك، وجنابه لا يحكي معي ولا يرد علي، وكل ما شافني
يسبني ويبهدلني. طيب كيف صالحك بعدين؟ الحقيقة عجزت، اهلكت ونسدت كل البواب وشي، بس بعدين الله فتحها على ايدين معلمتي مرته للدكتور حسين. شلون بقى؟ يا سيدي دريت انه عيد ميلادها بعد يومين، قمت اشتريت باقة ورد وكتبت عليها إلى معلمتي زهرة الأزهار ووردة الورود التي لا تذبل أبداً في عيد تجدد شبابها، ورحت أترصد معلمتي إنصاف وهي طالعة بسيارتها من الفيلا. معلمتي أهلين يا سرور، أنت وين غايب لك يومين؟ والله بدك ما تأخذيني بالفترة، كتير كتير مشغول. إيه صحيح، تفضلي معلمتي، هي بمناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله ربي بيجعله ألف ألف مبروك. ميرسي كلك ذوق، بس ليش ما جبت المساء على البيت؟ ما بيسمح لي معلمي. ليش؟ بصراحة زعلان مني وقلعني من مكتبه. يه شو صاير ليش؟ أنا ما بعرف كيف غلطت وقلت له يا أستاذ. ليش انت ما بتعرف انه صار دكتور؟ ما الله عمى على قلبي بهديك اللحظه وانا مستعد اعتذر منه وبوس ايديه وبوس رجلي واعمل اي شيء بده اياه بس هو يأشر. خلص ولا يهمك، من بكره بترجع بتداوم طبيعي بشغلك ولا كانه صاير شيء سمعان. ايه بس بجوز معلمي. خلص خلص يا سرور، معلمك الدكتور اتركه عليه. اوكي شكرا. وبهالطريقة رجعت على الشغل لعند معلمي مثل ما كنت وأحسن، وخفت بهادله كتير، وصار إذا بده يبهدلني يوطي صوته. بقى مالك غير تروح لعند مرت معلمك. معلمي ماله متجوز؟ ماله متجوز؟ شو هالحكي؟ العمى هي والله ما حسبناها. طيب شو العمل هلا؟ الحقيقة أنا مريت بتجربة مماثلة لتجربتك يا أخ مطيع. باختصار كنت أنا ومديري الأستاذ رعد على أحسن ما يرام، وبحياتي بعمري ما قلت له لأ على شغلة، وكان كتير كتير مبسوط مني. بس بيوم من الأيام، إن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد، ما بحب تذكرها، قال لي فيها الأستاذ رعد: يا حسون يا حسون عطشان بدي أشرب. وركضت بفرد ركضة وجبت له كاس المي، هو عم يشربها إجا تليفون من الوزير، قام تشردق وكب المي على حاله وعلى الكرسي، وهو شاف المي مكبوب عليه صار يصرخ وقال كل الحق علي لأني أنا مليت الكاسة مليتها للطفحة، وهددني وبهدلني بهدلت الكلاب وقلعني، وعجزت لحتى يصالحني بس يرفض، وما كان يصالحني قسما بالله. قسما بالله يا جماعة، يعني كنت رح أطق من زعلي. وبتعرفوا نحن اللي ما بنقدر نعيش بلا مدرة ونحوس بين إيديهم. وبعدين شلون صالحتوا؟ في واحد الله يجزيه الخير دلني على الطريق وقال لي: بدك مدير صالحة؟ قلت له: هذا يوم المنى. قال لي: ما لك غير منى. قلت له: مين هي منى؟ قال لي: ولك السكرتيرة الثانية. شبك هي كلمتها مسموعة وما بتصير تنتين عند الأستاذ رعد. قلت له: فعلا كيف ما خطرت على بالي هالقصة؟ بلا طول سيرة اشتريت قنينة عطر فخمة كلفتني 3/4 الراتب. قلت: معلش، المهم ارجع لشغلي. ودخلت على غرفة الأنسة منى. مرحبا، تحياتي. أهلين حسون، أهلا وسهلا. لك ليش ما عم نشوفك؟ ليه ما عم تطلع لنا؟ والله كنت بإجازة. إجازة كتير منيح. تفضلي. شو هاد؟ هدية متواضعة، بارفان. بارفان إلي أنا؟ طبعاً لك. منك يا ملون. وشو المناسبة بقى؟ الحقيقة ما في مناسبة، بس حسينا هيك حالنا إنه في مرور شهرين على وجودك معنا، فإنا ممكن تكون هي مناسبة بسيطة. هلا أنا إلي شهرين هون؟ إيه؟ تصدق ما حسيت فيها؟ ولا لحنا. يسلموا ايديك كلها لسنا. شكرا. يسلمك. في شي حسن؟ بدك شي؟ بدي، اي والله بدي، بس خجلان شوي. ايه قول قول، لا تستحي. شو بدك؟ دخيلك يا انسي منى، دخيلك، بدي اياكي تصالحيني انا والاستاذ رعد. حس حالي رح موت. اوف، وليش زعلان منك؟ شو عامل له؟ ما في شي، بس قال انا مليت كاسة المي قصدا حتى يكبها على حاله. صدقيني يا انسي منى، انا ما دخلني، سيادة الوزير حكى معه هو عم يشرب المي، قام تشردق وكب على حاله، بقى انا شو دخلني؟ شو ذنبي؟ معقولة؟ اضرب شو قليل عقل، خلص ولا يهمك، من بكره الصبح بترجع على شغلك. بس بجوز الاستاذ رعد. خلص خلص، من بكره الصبح رح ترجع على شغلك، عم تسمعني؟
الله يخلي لنا اياك، خلينا هالوش الحلو. شكرا، كتر خيرك. وحياتكم يا جماعه، رجعت على شغلي مثل اول واحسن. وقال لي معلمي الاستاذ رعد داري لك معزه خاصه عند الموزيل منى يا درسان. بكره اذا تخانقنا انا وياها انت اللي بدك تصالحنا. طلعت فيك ضحكت، قلت له على راسي معلم، على راسي، شو بدي له يعني؟ يعني السكرتيره اللي صالحتها؟ لك مي. معناتها ما لك غير السكرتيره مطيع. معلمي ما عنده سكرتيره ولا بيحب السكرتيرات. يرحمه، شو هالبني ادم ها؟ لا متجوز ولا عنده سكرتيره؟ شو قصته؟ لكن حتى تعرفوا قديش مصيبتي كبيره. طول بالك مطيع، طول بالك، الا ما يلتقى حل. لك نحن العليق مو لازم نيأس بنوب، لانه كمان انا زعل مني معلمي الاستاذ ياسيب مره زعل كبير كتير كتير، ومسح فيني الارض وما خلى علي ستر مغطى. وليش ساوى فيك هيك؟ هذا يا سيدي، كنت رايح بالسياره انا ومعلمي مشوار، انا عم سوق ومعلمي قاعد وراه ومعه كلبه مهراش، وكان معلمي غفيان شوي وانا حاطط له موسيقى ناعمه، ونحن ماشيين بالطريق وصدفه مرق سياده الوزير من جنبنا بسيارته. الكلب مهراش صار يعوي لانه شاف سياده الوزير، وبعد شوي فاق معلمي. شو بقول الكلب ليش عم يعوي؟ والله ما بعرف يا سيدي. شلون ما بتعرف يعني؟ مو مهراش على اساس صاحبك وبتفهم عليه؟ يمكن لانه مرق سياده الوزير من جنبه. الوزير مرق من هون؟ اي نعم سيدي. يخرب بيتك، شلون ما بتفيقني؟ والله يا سيدي شفتك اخذ غفوه، قلت لحالي لا تزعجه. لك ينام عليك حيط ان شاء الله ويخلصني منك. يا سواد وشك يا ياسين، يا خراب بيتك. لك هلا الوزير اذا شاف يفكرني شايف حالي. يخرب بيتك، لك انت شو عملت فيي؟ اه صف على اليمين ولا صف على اليمين. زي الأوام. لوين سيدي؟ على جهنم الحمراء اللي تدعى. وهيك رماني على الطريق وتركني مثل كلب السلاقي. الله وكيلكم، حسيت حالي مثل الضايع. لك شو بدي ساوي؟ ما عاد أعرف. بتصدقوا إنه فكرت زدت حالي تحت سيارة شحان؟ ما قدرت، الروح غالية. وبعدين؟ ما خليت وسيلة تعتب علي انه صالح معلمي ما يرضى يصالحني. ايه، وبعدين كيف تصالحتوه؟ بتصدقوا انه اللي حل مشكلتي الكلب مهراش؟ شلون بقى؟ يا سيدي الكلب مهراش متعود كل يوم اخده مشوار بعد العصر على الجناين واشري له سندويش وبوزة، وبعد ما قلعني معلمي اجوا بدهم ياخدوه مشوار، ما رضي وصار يعوي ويعضي اللي بده ياخده. أخذوه على الدكتور، قال لهم هذا معه اكتئاب وفاقد الحنان، وإذا ظل هيك رح يجن أو يموت. مليت لك إلا تاني يوم بعت وراي معلمي على المكتب وقال لي: شوف يا فرحان، صحيح غلطتك كانت كبيرة كتير، بس أنا عفيت عنك، مو كرمالك ها؟ كرمال مهراش وبس. سمعان؟ سمعان سمعان سيدي، أنا ما بدي غير رضاكم بالدنيا كلياتها، ما بيهمني غير الرضا تبعكم. الله لا يحرمني اياكم، الله يخلي لي اياكم، ان شاء الله ربي بيديم عزكم انتم ومهراش. الله معك. امرك سيدي امرك، عاوزين شيء؟ سلامتك. خلي لنا اياكم. كلامك مزبوط. يا جماعه نحن اللي اكثر شيء بيهمنا انه معلمينا يكونوا رضيانين علينا بس. مزبوط. ولهلا انا ومعلمي مثل السمنه والعسل. والفضل كله بيعود بيني وبينكم لمهراش. بقى شو رأيك؟ بس معلمي ما عنده كلب. شو هالبني آدم ها؟ لا متجوز ولا عنده سكرتيرة ولا عنده كلب، شلون عايش؟ حتى تعرفوا قديش مأساة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا. اسمع مطيع، الأستاذ جهاد قبل ما يجي لعندكم على الشركة وين كان يشتغل؟ كان بالفرع 999. عظيم. وشو بدي اسألك، بالشركة عندكم مين منافس له؟ يعني مين عم يحفر له؟ نائبه الأستاذ جاسم، وبيكرهوا بعضهم كتير. عظيم.
معناتها انحلت امورك. شلون يعني؟ اسمع لقلك، انا من رايي تكتب بهاد جاسم غريم معلمك تقرير من كعب الدست، وما بتخلي عليه لا شاردي ولا واردي، شي صار وشي ما صار، وبتطالعوا فيه عميل وجاسوس وضد التقدم وصياد خبيث بالمياه العكري، يعني بتجيب اخرته. ايه وبعدين؟ تبعت التقرير للاستاذ جهاد واكتب اسمي عليه؟ طبعا، حتى يعرف مقدار اخلاصك له. وبتعتقد بهالصورة رح يرجعني للشغل؟ طبعا، وما رح يعود يقدر يستغني عنك منوب، لانه كتابة التقارير ميزة جديدة غير تمسيح الجوخ واللقلة. كما انني على استعداد لأن أعلن للجهات المسؤولة بأن السيد جاسم أبو ملاحة هو ذنب نشيط من أذناب الإمبريالية، وهو رجعي من الطراز الأول وحجر كبير يقف في مسيرة التقدم وصياد خبيث في الماء العكر وعقرب وثعلب غدار في مجال. لك شو عم تساوي انت من صاص الليالي؟ عم اكتب. وشو عم تكتب صار لك ليلتين؟ تقرير استرحام وتظلم لمديري مشان يرجعني للشغل. اوف ورجني. كم صفحة صرت كاتب؟ عشرة. ولك بيرجعني للشغل؟ قول يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بدك شي؟ لا سلامتك، ما بدي شيء. وأنا متأكد بأن سيد جاسم أبو ملاحة طابور خامس ويروج للإشاعات الهدامة، وأقسم لكم بأنني لا أبغي من تقديم هذا التقرير سوى خدمة البلد والمصلحة العامة. التوقيع مطيع. يصل لعناية المدير العام لشركة ستيريو بورد والكرتون المتحدة الأستاذ المبجل جهاد الفزعة المحترم. اهلا يا مطيع. بقدر فوت؟ لا. شلون لا؟ انا موظف هون. والله الاستاذ جهاد قال لي اذا اجى مطيع لا تخليه يفوت. بس ضروري اشوفه انا. اسمع مني يا مطيع، الاستاذ جهاد ضايق اخلاقه كثيرها. ليه؟ اخي على الان المشاكل بينه وبين الاستاذ جاسم. معناها لازم اشوفه. ما بقدر، الله يخليك لا تحرجني. طيب بسيطة. يعطيك العافية. الله يعافيك. حدا اتصل فيني من الشركة؟ لا. ليكون حدا اتصل فيني وأنا نايم. شبك أنت مطيع؟ صار لك جمعة لهالحالة؟ عم لك ما حدا اتصل. رح أجن يا روبا، رح أجن. شوفي مطيع، شو صار في هذا كتاب التظلم والاسترحام اللي بعته لمديرك؟ ما بعرف، لحد هلأ ما رد عليه. ليكون ما وصله؟ ما بعرف. ألو؟ أهلين؟
أبو فريد؟ بده ياني المدير العام؟ على عيني على عيني، بعد ساعة بكون عنده. الله معك، مع السلامة. مين كان عم يحكي معك؟ هذا المقسم، قال المدير العام بده ياني، وأخيراً المدير العام بده ياني، المدير العام بده ياني. وين وين مطيع؟ مطيع؟ المدير بعد وراي. صباح الخير سيدي، يعطيكم العافية ويقويكم. سيدي إن شاء الله رضيتوا عني، يعني إن شاء الله سامحتوني. أنا ما بقدر أستغني عنكم يا سيدي، منو يعني هيك ما بعرف. سيدي إن شاء الله عجبكم التقرير اللي كتبته عن جاسم. جاسم حاف؟ ما لك حق أبداً، على الأقل أستاذ جاسم. أستاذ جاسم؟ نعم، أستاذ جاسم. يا لئيم، يا غدار، يا عديم الزمة، يا جاسوس. داخل عليكم يا سيدي مشان الله، يخلينا ياكم. أنا زلب نشيط من أزناب الإمبريالية، ورجعي وضد التقدم وتعلب وصياد بالماء العكر وطابور خامس. دخيلكم يا سيدي سامحوني، دخيلك يا سيدي، داخل على عرضك أنا بجان الله. يخرب بيتك، كنت خربت بيتي ودمرت تاريخ النضالي ومستقبلي الحزبي. شحطوه لهلقلوه وعملوله اللازم وزدتوه برا باب الشركة. يلا سيدي الله يخليك، الله يخليك يا سيدي، يستر عرضك يا سيدي. بترشاك يخلي بياك. دخيلكم، مين بيقدر هالمرة يصالحني مع المدير الجديد؟ شو دكتور طمني؟ إصابة بجمجمة. يعني خطيرة؟ 200% نزيف داخلي و 100% ارتجاج بالدماغ. يا حرام، يعني ما بيعيش ولا بيعيش دكتور؟ 99% لا، والأمار بإيد الله مثل ما بتعرفي. فوق الربوية بشوية سرقوا السلة، سرقوا السلة. لقيتوا شيء معه يثبت شخصيته حتى نتصيب. لا والله دكتور، جيبه فاضي على الأخير. حتى شفت ورقة مكتوب عليها رقم هاتفي. لا مبين هالزلمة عمره طويل. قلبه رجع اشتغل بشكل طبيعي والحمد لله. الحمد لله. نفد منها مثل الشعر من العجين. دكتور نا مطول هذا ليطيب. ليش عم تسأل؟ بهمك أمره؟ لأنه طاقة مرارتنا، بدنا واحد ناخذ ونعطي معه. اطمن. إذا ما فاق اليوم بفيق بكرة بإذن الله.
ما منقول إلا إن شاء الله. سرقوا السلة، سرقوا السلة فوق الربوية بشوية، سرقوا السلة، سرقوا السلة. يا أخونا، يا حبيبنا، عمري أنت يا بطاي، شي لا حياة لمن تنادي. جبناك يا عبد المعين تتعيننا تاريك، يا عبد المعين تنعان. فوق الربوية بشوية، سرقوا السلة، سرقوا السلة، سرقوا السلة، سرقوا السلة. ما بدك تروحي تشوفي؟ لا يا ستي ما بدي، هذا ابو فؤاد اكيد ضايق اخلاقه وبده يطحنك مع مين ما كان. يا حبيبنا، يا تاج راسي انت، مساء الخير. الو الو، ما في حدا لحدا. يا حبيبي افتح عيونك حتى ناخذ ونعطي، والله ضايق اخلاقي، بدي واحد، هاد وخود وخود وهاد. شي امنت بالله. فتح عينه يا جماعه. اهلا وسهلا حبيبي برجعتك للحياه، اهلين وسهلين يا عمري انت يا نظري. ابو ايش بيقولوا لك؟ ما بعرف. بتعرفي؟ لا ما بعرف. بتعرفي اسمك؟ ما بعرف. حاجة تهز راسك، حاجة تهز راسك من غير ما تهزه معك ارتجاج بالمخ انت. انا وين انا؟ بالمستشفى. هو صار لك بالمستشفى 10 ايام ملقوح مثل الميت. الا فال عليك يعني، ما حدا اجى لعندك؟ شو بالظاهر اهلك زابلينك انت؟ مزبول انت مزبول؟ مقطوع من شجرة؟ ما بعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. لا طلعت، لا تهز راسك يا اخي، لا تهز راسك، تعمل لي مشكلة بعدين بيقولوا لعبت فيك، لا تهز راسك. لحظة. كل اخوي في شوي يسرب السلة، يسرب السلة. لا تهز راسك، كيفا؟ بتعرفي قلبي حاسني انه صاير شيء، حاول تشوفه وارجع لا تنامي. هو جاي ينام مش عم ينام، يلا خفي رجلك. شو نايمة بالنوبة انت ولا عم تبردي اضافيري؟ لاني نايمة ولا عم ببرد اضافيري، بس فكرت مثل العادة. شو يعني الواحد لازم يقدم لكم طلب عن طريق المحافظ حتى تجيو بسرعة؟ الزلمة صار ربع ساعة فاي. الحمد لله على سلامتك. هلا انت بقى ريحني لسانك لانه ما بيسوى لك الحكي. ما بيسوالي ولا ما بيناسبك؟ صبرون جميل بالله المستعان، خلينا نشوف الزلمة هلا بعدين بتكملي الاسطوانة تبعك. تفضلي شوفي مين كان شيء. طمني هلا ان شاء الله منيح. ما بعرف، الحمد لله الحمد لله. لا تسالي لا تسالي من هو هالزلمه، هذا ما بيعرف شيء عن نفسه اطلاقا. انا اللي عملت معه تحقيق طلطميس خرطبيله، ما توصلت لاي نتيجه نافيا اي معلومات عن نفسه. ابو فؤاد الله يخليك، عيني سكوتك لانه انا ما عم بسالك الك، عم بساله له. ما راح يجاوبك، ما راح يجاوبك. سالته قبلي، سالته بما معناه من أنت؟ فأجاب لست أدري. بس يا ريت أنت تريح لي حالك شوي، ما تتحش أنفك بكل شيء لأنه أنا حابة أسأله. سألي شوفي. صحيح مثل ما عم يقول أبو فؤاد؟ شو عم بكذب عليك أنا حتى عم تسألي أنت؟ صحيح صحيح مثل ما عم بقول، صحيح أنا ما بعرف شيء أبداً أبداً أبداً. لا تنفضوا على الكهرباء مع ارتجاج، ها تنفضوا لإنكم. ما رح ننفضوا، أنت شو رأيك تريح لي حالك بقى؟ لك هي شغلتي، لك أنا بعرف. طيب طيب. فقدان بالذاكرة. يعني شو بدنا نعمل فيه دكتور؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نخرجه. ليش في حل غير هذا الحل؟ خلص خليه هو يدبر حاله. طيب. كيف بدي دبر حالي يعني دكتور؟ والله ما بعرف. العلاج تبعك خلص وما عاد نقدر نسوي لك شيء هون. ما اختلفنا، بس انا ما بعرف حدا، ما بعرف شيء، يعني وين بروح بحالي؟ والله بالمشكلة. والله فهمان عليك، بس شو بيطلع بايدي يساوي؟ هذا مش فهموتي. أنا إمتى بتكون تخرجوني دكتور؟ بعدين بنشوف وضعك منقرر. لأنه كل شيء عم يعملوا لي إياه هوني بقدر أعمله بالبيت، ما خرجوني وخلصوا مني. هلأ خلينا نشوف الزلمة وبعدين بنشوف وضعك، ضروري يكون لك كل عرس قرص. وأنا عم بحكي مشان الزلمة. وأنت شو دخلك؟ ما بعرف، يمكن اجتمع المتعوس على خايب الرجل، وأنا فكري أخده لعندي وأويله بما تتعدى لأموره. طيب حاضر يا سيدي،
رح نخرجك اليوم، بنخرجك انت وياه منيح هيك؟ بس ما يكون فيها ازعاج بعد اذنك. ازعاج؟ ازعاج ايش يا زلمه؟ انا نص مرضي لانه ما في حدا يحكي معه بالبيت، وان شاء الله يكون مرضه مزمن مشان ما اخسره. سلام فيك. شو الظاهر ما عندك ولا؟ لا والله ما عندي لانه لسه ما تجوزت. ليش بقى؟ اخي جوازي بدها فضاوي وانا ما فضيت الا بعد ما راحت علينا. انت متجوز؟ والله ما بعرف، مدري متجوز مدري ماني متجوز، الله اعلم. ايوه. اصبح وينك؟ خلينا ندبر لك اسم بينما نتذكر اسمك الحقيقي. شو رأيك من اليوم ورايح نادي لك أبو فريد؟ مثل ما بدك. أبو حلو فريد. أبو فريد. ماشي. حلو. وينك أبو فريد؟ مين أبو فريد؟ فريد عفوان؟ أنت شو عم نحكي لك؟ قوم أبو فريد الله يرضى عليك. قوم رش الزريعة. وهيك قصي الحوان. يلا. وينك؟ وعملنا فنجانين قهوة. وينك؟ الله يرضى عليك بمعيتك، على المجلة في كم صينية هيك زفرين. يلا هوا. وينك؟ وراس أرجيلة تنباك عجمي. ايه؟ عرف بتلاقي تنباكات. مضمر زماني يا زماني مرمر مرمرتني لابدي ما تتمرمر يا فاجري لما طل نوار بلون الفل صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل يا فاجري لما طل نوار بلون الفل صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل يا فاجري لما طل نوار بلون الفل صحي عيون يفضح ريش قلبك. شو أبو فريد؟ بالظاهر انت عشقان. يا درسة بيجوز يمكن ما بعرف. لك شو بيجوز؟ حدا بيعشق بدون ما يدرى. والله ماني متذكر، بيجوز عشقان بيجوز ماني عشقان، الله اعلم. جليتي الجليات حبيبتي؟ جليتي الجليات ابو فريد؟ كله خالص ولا شيء، كله خالص. برافو عليك، الحقني بالاهوات لانك الحقني. يا فاجري لما الطل ملون بلون الفل صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل محبوبي. آخ الله الله يا أبو فؤاد على القعدة قديش حلوة. حلوة مو هيك؟ إيه والله. يسلموا ايديك على شطف ارض الديار النظافه والطافه. شف لي على الزرع وعلى الخضار وزقزقة العصافير، فعلا شيء بياخذ العقل. يا سلام سيدي، الله يديم البسط. امين يا رب. وين لقوني؟ دخلك بتعرف وين ضربتني السيارة؟ سفقتك السيارة بشارع الحكيم على الكوع. طرت 3 أمتار بالجو مثل الباشي، بعدين نزلت شبط على الأرض. ليش عم تسأل أنت؟ ب
بدي روح اعمل لي جوله هنيك، بلكي بلاقي لي شي حدا بيعرفني. انا متاكد ما حدا راح يعرفك، لانه لو الك حدا كان سائل بالمستشفيات ولاك. ما اختلفنا، نحن بنعمل اللي علينا، مو افضل؟ افضل الك بس مو افضل الي. بعدين شو ناقصك حتى تروح تدور؟ كل شيء موجود هون ومأمن له، وانا مبسوط منك كثير. لقطه انت، لقطه. ما اختلفنا، بس بلكي طلع عندي مرا واولاد، بصير اتركهم هيك؟ ما بيصير. لا ما بيصير، ما بيصير بنوب. لا سمح الله، ان شاء الله ما يلاقيه. روح بس لا تطول. لا تطول. شلون ما طول؟ بلكي لقيته، شو بعمل؟ إذا لقيتهم يا سيدي، يعني إذا طلع لك عيلة، رجع لعندي. بسيطة، رجع طمني. إن شاء الله تكون مرتي. عفوا في شيء؟ لا كنت بدي اسالك قديش الساعة؟ إيه ما معي ساعة. مو مرتي، لو مرتي كانت عرفتني. معقول واحد من السعديين هدول يكون ابنه؟ مرحبا عمو. أهلين. شو اسمك؟ دحام. عاشت الأسامي. بتعرف وش شي؟ لا والله. طيب أحد عارفني؟ مرحبا معلم. اهلين وسهلين. امور ما يامر عليك ظالم، نحن بنعرف بعضنا شيء؟ لا والله، هالوشي الحلو اول مره بشوفه. انت بتعرف كل اهل الحاره تقريبا؟ ليش؟ طيب وشي شوفه، لو وشي اول مره بتشوفه. ليش حضرتك من سكان الحاره؟ لا والله الله اعلم، بس يبدو اني ماني من سكان اهل الحاره. السلام عليكم. الله يثبت علينا العائل والدين. معناها دعواتي جابت نتيجة، ما هيك؟ دعوات ايش؟ يعني من أول ما رحت وأنا عم بدعي لك ما تلاقي حدا. لا لا يا فؤاد، ما حبيتها منك. ها معقول الحكي؟ ولك عم بمزح بمزح وعم سدد انت. بهالحالة معناتها من بكرة لازم انزل اعمل لي جولة تانية، بلكي لعل ولا عسى، ما بتعرف. هلقتني انت، ليش مستعجل؟ شو ناقصك هون؟ هي عندي مي وخضرة ومن جميعه. صب شاي، صب لك. هلا ما تواخذني بهالكلمة يا عم يا فؤاد. ناقصني الوجه الحسن، الوجه الحسن. يعني بجوز يكون في عندي مرة معقولة اتركها واجي طمني معك، مو معقولة. لا هيك زعلت منك والله العظيم، زعلت. لا لا خلص، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل ولا تخاف. إذا فعلاً طلع عندي مرة وولاد بساويك جدهم. منيحة؟ منيح بس مو كتير. طب إيه؟ خلص خلص، مثل ما بدك. شراب شاي. شوف قبل ما أنسى، مزيك قود. شو هدو؟ انزل وتصور صورة فورية أوامي. ومشان شو؟ مشان ابعت لك صورتك على التلفزيون على برنامج خبرني يا طير، يعني بركي اهلك بيتعرفوا عليك. طيب روح هلا. لك مو هلا، ليش مستعجل على فرائي؟ عود كن على يطاق. ماشي. ابو فريد، مواطن سوري يبحث عن اهله واقاربه، على من يعرف صاحب هذه الصوره الاتصال فورا ببرنامج خبرني يا طير. أكرر مرة أخرى،
من يعرف صاحب هذه الصورة الاتصال فورا بالبرنامج. لك سمير؟ يا سمير؟ لك سمير؟ تعال أمي تعال أهو، جيب لي ورقة وقلم واكتب لي رقم هذا البرنامج بسرعة. أي برنامج؟ لك حد خبرني يا طير، طلع أبوك وغير اسمه كمان. أوام أمي أوام. يا ألف الحمد لله اللي التقى قبل ما يرفع علينا صاحب البيت دعوة. صار له 6 شهور الأجار متراكم، من أمنا نجيب مصاري يا ربي. لا شفتي المحتاج شو عامل؟ مغير اسمه مشان ما حدا يعرفه. يلا ليوه لك يخرب بيته شو نصاب، بدي ياكل مصارينا عينك كنت عينك. ناوريني التليفون لك. شو بدك بالتليفون؟ بدي احكي مع برنامج خبرني يا طير مشان اعرف وين هو. جبته والله. سجلتي الرقم؟ لا ما سجلته. على كل بعيد الحلقه مره ثانيه بكره. معناها بكره بنحكي معه. بصراحه كنت ناوي اكبسه الليله، ما بدي خليه يعرف ينام. بس ماشي الحال، بسيطه. انا اسف على ازعاجكم سيدي بهالوقت، بس الخبر محرز. هذا النصاب معتز الظهر ببرنامج خبرني يا طير يا سيدي. نعم سيدي، ومغير اسمه. ايه ومسمي حاله فريد، على اساس ما رح نعرفه يا سيدي. طيب سيدي حاضر حاضر، امرك سيدي امرك. الله معك، مع السلامة. ان شاء الله ما تكون مرتي، بس بلكي مرتي. عفوا انت مرتي شي؟ شو لا؟ نلع سماشة إلك ناصر، نلع ولا؟ نلع نلع. الحمد لله اللي ما أنا مرتي. معليش أبو تمام، والله أنا محتاج أكثر منك. لا ومو بس هيك، معتز تدين مني قبل ما يتدين منك، فالأصول يسدني إلي قبل ما يسدك لك. صحيح يا وحيد، بس الأفندي إذا سد واحد ببطل يسد الثاني. إيه ما رح يقدر يسده لا واحد، ما شاء الله جايته المصاريف على الطريق. أنتوا ادعوا له يكونوا بصحة وعافية مشان يقدر يشتغل ويسددكم، وبتكونوا أنتوا الغانمين. والله يا أختي ما عاد تنفع الدعوات، لأن محاكمته نهار الأربعاء. بأدعوا له يكون عنده شيء بعد المزاد العلني. من الله يا حسرة ما عنده شيء هالمزاد علني. نوار بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل. شو ابو فريد شايفك مروق؟ اي والله مروق. شو ربحان شي نمرة يا نصيب؟ ضروري يكون الواحد ربحان ورقة يا نصيب لحتى يروق. نيالك شو فاضي بالك، بس اسمع مني، غني دي قلبك من غير ما حدا يسمعك، وإلا بيفكروك مأجر الفوقاني. والله معك حق، خاطرك. الله معك. فاجرين أما الطن جعلوا ورا جعلوا ورا بعضوا هيك بعضوا هيك. خير إن شاء الله خير. ترى شو عم تعمل الشرطة هون؟ مرتي هي؟ أما شو نظيف؟ أبو تمام؟ واقف على المجدب والله العظيم يعني وحيد؟ نظيف؟ لهون لحيني اللي ما بتخافوا الله.